الجزء الثامن من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة العاشرة بعد المئتين إنه الحديث الحادي والثمانون بعد الثلاثمائة بسنده بسند الكليني عن عيسى بن القاسم يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الرواية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة إمامنا الصادق يقول إذا كان رجب إنه يتحدث عن رجب العلامات ورجب العلامات يكون في سنة هجرية زوجيه انها السنه التي تسبق سنه الظهور وانما قيل لرجب هذا رجب العلامات في الروايات والاحاديث لان العلامات المهمه جدا ستكون في هذا الشهر اهم علامه عندنا السفياني فان السفياني سيشخص من قبل الشيعه المنتظرين في شهر رجب في اوائل شهر رجب وحينما يشخص السفياني فان اليماني سيشخص ايضا وكذلك الخراساني سيشخص ايضا هذه اهم العلامات فاذا ما شخصت هذه العلامات فإن الصيحة ستكون في شهر رمضان القادم ما بعد رجب يأتي شعبان وبعد شعبان يأتي شهر رمضان حيث ستكون الصيحة في اليوم الثالث والعشرين منه في يوم جمعة إذا تشخيص التكليف لابد ان يكون قبل الصيحه سنقرا ما نقرا من الاحاديث وبعد ذلك اكمل الكلام لكم اذا كان رجب انه رجب العلامات اذا كان رجب فاقبلوا على اسم الله عز وجل اقبلوا علينا اقبل الى ال محمد الرايه الاهدى رايه اليماني ورايه الخراسانى رايه هدى بحسب ما يتمكن الانسان ان يلتحق بالرايه اليمانيه او ان يلتحق بالراية الخراسانية، قطعا ائمتنا يريدون منا بالدرجة الأولى أن نلتحق بالراية اليمانية، لكن هذا قد لا يكون متيسرا للجميع بحسب الظروف الشخصية لكل إنسان زمانا مكانا أوضاعا أخرى تكون ملابسه لحياته. اذا كان رجب فاقبلوا على اسم الله عز وجل. وان احببتم ان تتاخروا الى شعبان فلا ضير. وان احببتم ان تصوموا في اهاليكم فلعل ذلك ان يكون اقوى. الى الصيحه وما بعد الصيحه لكن هذا لا يعني ان الانسان لم يكن قد شخص مساره الصحيح وكفاكم وكفاكم بالسفياني علامه هذه هي علامه العلامات ولذا فان رجبا الذي يظهر فيه السفياني هو رجب العلامات وكفاكم بالسفياني علامه في شهر رجب تتاكد علامه السفياني العارفون باحوال الظهور يشخصون السفيانيه منذ شهر محرم لان السفيانيه سيبدا ظهوره في شهر محرم لكنه ليس واضحا ليس واضحا للجميع. لا يستطيع احد ان يقول بملء فمه من ان هذا هو السفياني. وانما يقول القائلون وبلسان قاطع من ان السفياني هو هذا حينما تتاكد علامته في الاسبوع الاول من شهر رجب. في نهايه الاسبوع الاول من شهر رجب تقريبا لا يوجد تحديد بهذه الدقه ولكن من خلال القرائن المذكوره في الروايات والاحاديث فالسفياني يبدا ظهوره في سوريا في الشام في شهر محرم تستمر حركته لمده سته اشهر حتى تظهر واضحه في شهر رجب في اوائل شهر رجب العارفون بشؤون الظهور سيشخصونه منذ شهر محرم لكن العلامه لن تكون واضحه الا في شهر رجب في هذه الفتره يجب على الشيعي ان يصفي حساباته وان يحدد موقفه وهذا يكون قبل الصيحه حتى لو انتظر الى زمان الصيحه والى نهايه شهر رمضان لا بد ان يكون في هذه المده قد شخص تكليفه وقد تواصل مع الجهه التي يريد الالتحاق بها السائلون الذين سالوا عن التكليف عند الصيحه وهم يعيشون في البلاد الاوروبيه او في البلاد الامريكيه مثلما قلت لهم انكم قد تاخرتم انتم متاخرون ولا يوجد جواب لكم الجواب سيتشخص في حينها بحسب ظروفكم الزمانيه والمكانيه اذا ما اقتربت الساعه وبدت العلائم وشخصها الذين يعرفون شؤون الظهور فعلى الشيعي ان يكون قريبا من منطقه الظهور او ان يكون فيها او ان يكون في مركز الظهور حينما اتحدث عن مركز الظهور انه العراق المكان المثالي للمنتظرين في تلك الفتره العراق لكن الجميع قد لا يستطيعون أن يصلوا إلى العراق فعليهم أن يكونوا في منطقة الظهور منطقة الظهور هي المنطقة الجغرافية التي سيتحرك فيها البرنامج المهدوي بشكل واضح وأكيد ابتداء من الإرهاصات التي تسبق العلامات وبعد ذلك تظهر العلامات الحتميه واضحه في هذه المنطقه وحينئذ سيتحرك السفياني واليماني والخراساني وشيئا فشيئا حتى نصل الى يوم الظهور الشريف القادر على ان يصل الى مركز الظهور ان يصل الى العراق عليه ان يصل الى العراق فان لم يكن قادرا ان يصل الى منطقه الظهور والمراد من منطقه الظهور العراق اولا ايران ثانيا سوريه ثالثا بلاد الشام سوريه لبنان الاردن فلسطين بلاد الشام الشام الكبير هذه اجزاء مهمه من منطقه الظهور وتركيا ايضا الجزيره العربيه السعوديه اليمن عمان دول الخليج بالاضافه الى مصر فان مصر جزء من الاجزاء المهمه لمنطقه الظهور هذه هي منطقه الظهور مصر تركيا ايران العراق بلاد الشام الشام الكبير الجزيره العربيه وما يلحق بها من امارات الخليج العربي هذه منطقه الظهور القادر على ان يصل الى مركز الظهور العراق عليه ان يصل الى العراق وسيكون الوضع في العراق محتدما جدا محتدما جدا وضع اقتصادي عسير جدا ووضع سياسي ملتبس جدا والناس ممزقون الاحزاب والرايات الزعماء والرؤساء الافكار الصحيحه والافكار الخاطئه الضلال والهدى كل شيء سيكون موجودا في العراق في تلك الفتره فان لم يكن الانسان قادرا ان يصل الى العراق فالى منطقه الظهور فان لم يكن قادرا ان يصل الى منطقه الظهور على الاقل ان يكون في بلاد مجاوره لمنطقه الظهور بحيث يستطيع ان يصل الى منطقه الظهور في الوقت المناسب اذا كان رجب فاقبل على اسم الله عز وجل وان احببتم ان تتاخروا الى شعبان فلا ضير الحديث عن اهل العراق هذا الخطاب لاهل العراق لا اتحدث عن العراقيين الذين يحملون الجنسيه العراقيه عن الذين يكونون موجودين في العراق في زمان رجب العلامات لا اتحدث عن جنسيه هنا إذا كان رجب وهو رجب العلامات فاقبلوا على اسم الله عز وجل وان احببتم ان تتاخروا الى شعبان فلا ضير وان احببتم ان تصوموا في اهاليكم فلعل ذلك ان يكون اقوى وكفاكم بالسفياني علامه حديث اخر وهو الثالث والثمانون بعد الثلاثمائة عن سدير الصيرفي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يا سدير يا سدير يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه الحلس هو ما يفرش على الأرض وبتعبير دقيق ما يوضع من فراش تحت الفراش الذي يوضع على الارض. انه فراش يكون تحت الفراش الظاهر وكن حلسا من احلاسه من احلاس بيتك واسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك ان السفياني قد خرج فارحل الينا ولو على رجلك. فارحل الينا ولو على رجلك الى الجهه التي يجب عليك ان تلتحق بها انها الجهه اليمانيه ولكن اذا لم يكن الانسان متمكنا من ذلك فبامكانه ان يلتحق بالجهه الخراسانيه. فاذا بلغك ان السفياني قد خرج فارحل الينا ولو على رجلك قطعا الظروف الزمانيه والمكانيه وكذلك الامكانات المتوفره لا بد ان تؤخذ بنظر الاعتبار قطعا اليماني الخراساني ايضا لا بد ان يكون لكل منهما تواصل مع الذين يريدون ان يلتحقوا بهم لا بد من وجود برنامج تنظيمي لهذا الامر الامور لا تاتي هكذا جزافا ومن هنا فانني قلت من ان مركز الظهور في العراق الذين يبحثون عن المسار الصحيح لابد ان يكونوا هناك او على الاقل في منطقه الظهور كي يستطيعوا ان يشخصوا تكليفهم بنحو واضح في غيبه النعماني لشيخنا النعماني المتوفى سنه 360 للهجره وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة صفحة 318 إنه الحديث السابع عشر بسنده بسند النعماني عن يونس ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا خرج السفياني يبعث جيشا الينا وجيشا اليكم، الامام الصادق في المدينه يتحدث وهو في المدينه يبعث جيشا الينا الى المدينه، هذا الذي يقال له جيش الخسف وجيشا اليكم الى العراق كما قلت لكم فان العراق مركز الظهور إذا خرج السفياني يبعث جيشاً إلينا إلى المدينة إنه جيش الخسف وجيشاً إليكم إلى العراق فإذا كان كذلك فأتونا على كل صعب وذلول الصعب والذلول هذه أوصاف للحيوانات التي تركب الحديث هنا عن وسائل النقل الصعب هو البعير الذي لا يعطي ظهره وكذلك الجواد الذي لا يعطي ظهره لراكبه اما الذلول انه البعير الذي يسهل ركوبه والامر هو هو في الجياد والخيول فاتونا على كل صعب وذلول استعملوا كل الامكانات المتوفره كي تلتحقوا بالجهه التي نريد منكم ان تلتحقوا بها اذا خرج السفياني يبعث جيشا الينا وجيشا اليكم فاذا كان كذلك فاتونا على كل صعب وذلول اذن النقطه الداله الاساسيه السفياني مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه في الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل من الكافي وكفاكم بالسفياني علامة هذه علامة العلامات ويمكن أن نشخصها منذ شهر محرم إذا ما تحقق هذا الأمر حينئذ يجب على الشيعي ان يرتب اموره وان يلتحق بالجهه التي يجب عليه ان يلتحق بها ماذا نقرا ايضا في غيبه النعماني هذه الروايه الطويله التي تبدا في الصفحة الثانية والستين بعد المئتين يحدثنا أبو بصير عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه إلى أن تقول الرواية الشريفة وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم ان يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من اهل النار لانه يدعو الى الحق والى طريق مستقيم واذا خرج اليماني فانهض اليه الرايه التي يجب الالتحاق بها هي هذه الرايه اعتقد ان الاحاديث واضحه وواضحه جدا فان امر تشخيص التكليف سيكون بشكل واضح واكيد حينما تتاكد علامه السفياني في بدايه شهر رجب انه رجب العلامات روايه تتحدث عن الصيحة لأن السؤال عن الصيحة في الصفحة الثانية والسبعين بعد المئتين إنه الحديث الثامن والعشرون عن زرارة ابن أعيان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام يتحدث عن صيحتين عن صيحه الحق وهي صيحه جبرائيل وعن صيحه الباطل وهي صيحه الشيطان زراره يسال الامام الصادق صلوات الله عليه قلت فمن يعرف الصادق من الكاذب سيلتبس الامر على الناس قال يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا وهم الذين يستطيعون ان يشخصوا علامه السفياني منذ شهر محرم يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون انه يكون قبل ان يكون ويعلمون انهم هم المحقون الصادقون هؤلاء لا يتحدثون على سبيل الظنون وهذا يعيدنا إلى ما تقدم من حديث في الحلقات الماضية حول علم أصول الفقه هذا العلم الناصبي الذي غاية ما يستطيعون أن يستخرجوا منه من خلال قواعده أن يصلوا إلى درجة من درجات الظن وظنوا يقود الناس الى المهالك يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون انه يكون قبل ان يكون ويعلمون يعلمون الدين لا يبنى على الظنون الطوسيون يبنون دينهم على الظنون ويضحكون على انفسهم ويضحكون على اتباعهم من انها ظنون جعل الشارع لها حجيه وكل هذا اكاذيب لا حقيقه له ويحملون على احاديث الغيبه والظهور هذا يعني ان هناك في زمان الغيبة من هم على يقين ومعرفة دقيقة بأحاديث الغيبة والظهور مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فعلى الشيعي أن يلتحق بهؤلاء زرارة هكذا سأل إمامنا الصادق فمن يعرف الصادق من الكاذب قال يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون انه يكون قبل ان يكون ويعلمون انهم هم المحقون الصادقون هؤلاء لا يعتمدون علم الرجال علم الرجال ظنون واوهام واحتمالات ولا يعتمدون علم اصول الفقه علم اصول الفقه ظنون واوهام واحتمالات لا يعتمدون المنهج الحوزوي الطوسي هؤلاء منهجهم منهج العتره الطاهره كلام الامام الصادق واضح يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون انه يكون قبل ان يكون كم تسمعون من حملات شديدة على روايات الغيبة والظهور هؤلاء هم أنصار السفياني هؤلاء أنصار علم الرجال وأنصار علم أصول الفقه هؤلاء هم أنصار الظنون وأنصار الأوهام هؤلاء هم الذين لا يقين عندهم في دينهم ولا علم عندهم بعقيدته قال يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون انه يكون قبل ان يكون ويعلمون انهم هم المحقون الصادقون فعلى الذين يسالون عن الصيحه وماذا سيفعلون عليهم ان يلجاوا الى هؤلاء وكما قلت لكم يتعين الامر في حينها فلكل حادث حديث نذهب الى فاصل